حسن مكي كان في العربيه اللي ورا حسام البدري، وكان هو بيلعب مع طبعا في الاهلي الليبي، وكان راجع وراه وهو شايف الموضوع وكان تعرض لنفس الحاله. ومعانا احمد على التليفون. طبعا. مساء الخير يا كابتن احمد. خالد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ عامل طب ايه؟ على حضرتك وعكاد شو غريب، واقول لكم كل سنه طيبين. طب مش استنى احمد كده لما نشوف ولادك الاول كده، انت لسه متجوز يعني؟ وانت طيب يا ابو حميد، الحمد لله على سلامتك، ويعني الف سلامه عليك. ان احنا عرفنا انت كنت في العربيه اللي ورا كابتن حسام كمان. بالظبط. طب ايه، اشرح لنا ايه اللي حصل يا احمد. والله امبارح يا كابتن احنا كان عندنا ماتش مع فريق هناك مكان اسمه مصراته كده، بعيد عن طرابلس بحوالي 200 كيلو. وخلصنا المباراه ورجعنا بالباص، كان الوقت متاخر شويه، كانت الساعه حوالي 11 بالليل. كان طبعا عربياتنا موجوده في النادي، عدينا على العربي على النادي، خدنا العربيات ومروحين يعني، افطرنا للبيت. ف يعني انت جوه طرابلس يعني؟ جوه طرابلس. كنا رجعنا مش في طريق سفر يعني؟ لا مش طريق سفر ولا حاجه. فخدنا العربيات من النادي، عرفنا احنا مروحين يعني. وانا طبعا انا شقتي جنب كابتن حسام، مفيش شارع او حاجه يعني. واحنا خارجين من النادي في الشارع بتاع النادي دوت، الشارع يعني بيبقى بالليل، انت عارف الساعه 11 بالليل هناك بيبقى الجو هدوء شويه ومفيش ناس كتير في الشوارع. فحصل يعني ضرب رصاص على عربيه كابتن حسام، بس الحمد لله جه في الازاز يعني اللي وراه، وتقريبا هم ناس ملثمين كده، وضرب الرصاصه وجري يعني بالعربيه، فاهم؟ حتى ما عرفناش مين او يعني. انت أو انت كده. كنت ماشي شفت واحد طلع كابتن حسام ضربه بالرصاص في العربيه؟ كنت وراه. انا كنت وراه. ده ناس كتير ولا واحد بس طلع ضربه وجري ولا يعني؟ لا، اتنين في عربيه. لا يا اخي. وهو بس ومشوا ولا كمان انت كمان العربيه بتاعتك؟ لا، هو بس انا كنت يعني انا وراه بس شايفه يعني، بس مسافه بعيده بيني وبينه شويه. هو مين اللي كان بيدرب الفرقه دي قبل الكابتن حسام؟ يعني انت شايف الموضوع ده مقصود بالكابتن حسام ولا واحد كان عايز يثبته والله مثلا؟ والله كابتن لحد دلوقتي احنا مش فاهمين اللي حصل دوت يعني، حصل مقصود او غير مقصود، ما لحد دلوقتي مش فاهمين يعني الموضوع بالظبط. حتى انت كنت سايق العربيه لوحدك يا ميكي ولا معاك حد كان معاك؟ لا، كان معايا عمر جمال واسلام رمضان، هم معايا في نفس الفرقه. شفتوا الحادثه دي قدامكم؟ اه. طب وعملتوا ايه بعديها؟ طلعتوا ركب حسام ولا جريتوا بقى ولا عملتوا؟ كنا مشينا وراه بالعربيه ورحنا عند نتكلم رئيس النادي، ورئيس النادي جاله البيت، وطبعا كان الموضوع طبعا كانت صدمه كبيره بالنسبه له، كان مغضوض برضه كابتن. الموقف كان صعب شويه، ما حد ضربك بالصوت كده فجاه. طب انت احنا سمعنا ان كابتن حسام مش هيرجع تاني، وانتوا كلعيبه انت شايف هتعملوا ايه الفتره الجايه؟ والله يا كابتن احنا النهارده الصبح، طبعا احنا رجعنا مصر الصبح، طيارتنا 8:30 الصبح النهارده. كلكم رجعتوا؟ كلنا رجعنا. طبعا دي الاجازه بتاعتنا يعني، احنا ما كناش يعني اجازه. اجازه العيد عادي. طبعا كان الكابتن حسام معانا في المطار وراجع معانا، طبعا برضه لسه الموقف هو ما حسموش يعني بشكل كبير. بس طبعا هو متاثر طبعا بالموقف ومتضايق جدا يعني، كلامنا معاه متضايق جدا بسبب الموقف دوت. طب انت يا ميكي، انت وعمر جمال وكده هترجعوا بقى ولا يعني ولا في حاجه ولا انت شايف ده موقف فردي مش مشكله؟ احنا لحد دلوقتي احنا راجعين يعني، ما عندناش اي مشكله يعني. ترجعوا يعني ان شاء الله؟ طبعا احنا متعاقدين مع نادي كابتن وما صح. يعني بس الحاجات دي مش كتيره يعني، دي حادثه فرديه متهيألي ولا ده بيحصل؟ لا، احنا بقى لنا بتاع 3 4 شهور هناك كابتن، ما فيش اي مشاكل خالص يعني. بنسمع حاجات بس بتبقى مقصوده، ناس مثلا في البلد مسؤولين او كده، بس بتبقى ايه مقصوده، ناس مسؤوله. تمام. لما احنا ما بنمشي وبنروح وبنيجي ما فيش اي مشاكل يعني. تمام. اول مره يتعرض لنا موقف. الف سلامه عليكم يا ميكي، الف سلامه، وسلامنا للجميع اللاعبين. اسلام رمضان كان معاك برضو، اسلام وعمر جمال. وعمر جمال. معلش هسالك بقى سؤال على المنتخب، انت يمكن كنت من لاعبين المنتخب، وكان يعني انا كنت الناس شايفه ان انت كنت عنصر مهم مع مستر برادلي يعني، وكان دايما بيستعين بيك في المباريات السابقه، كنت من العناصر المهمه بالنسبه له. شايف الماتش ازاي يا ميكي؟ شايف الماتش بدون اصابات حرب؟ زي ما حضرتك قلت يعني، انا كنت موجود مع مستر برادلي فتره كبيره. طبعا استبعادي طبعا، انت عارف كابتن، برضو عدم لعب ماتشات رسميه بشكل كبير طبعا بيأثر على مستوى الفريق عامه. فهو يعني تقريبا ثاني مؤخر ثالث مؤخر ما راحوش. طبعا الماتش الجاي طبعا مباراه قويه، منتخب غانا منتخب قوي، كنا لعبناه ماتش ودي في دبي، فرقه قويه عندهم لعيبه محترفه كتير. ف
بس ان شاء الله كابتن احنا اللعيبه كلها ما شاء الله مركزين بشكل كويس، عايزين يعملوا حاجه لنفسهم وكده. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق وربنا يوفقهم ان شاء الله. يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وانت طيب، والف سلامه عليك يا مكي، وسلامنا لزمايلك كلهم. بشكرك شكرا جزيلا. نرجع كنا بنتكلم على موضوع الماتشين والماتشين.